أسعد أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في وقفة جديدة من دراما رمضان الذي يطل عليكم اليوم وفي جعبته المزيد من أخبار المسلسلات ونجومها في هذا الشهر الفضيل. نبدأ معكم بما معنا من عناوين. أنا برأيي بما أنك مو مصدقنا فتش البيت. أنت إمتى رح تفهم أن وجودك؟ الممثل اللبناني حاجة فنية أم هروب من تكرار الوجوه في المسلسلات؟ دارين حمزة من الدوامة تتحدث عن تجربتها في دراما رمضان. سمي إله بدك تشوفه لحالك؟ بالبداية إيه وبعدين أكثر من واحد. تروح معكم؟ سقطت بغداد والقلوب لا تريد تصديق هذه الحقيقة. المخاطر التي واجهت الإعلاميين العرب والأجانب في العراق، هدوء نسبي وعابد فهد في ضيافة دراما رمضان. أرحب بداية مشاهدينا بزميلي جميل ظاهر، أهلا بك يا جميل. وخلينا نبدأ بالسؤال اللي طرحناه في العناوين، الممثل اللبناني هل بالفعل هو حاجة فنية أم يعني هروب من الوجوه، تكرار الوجوه في المسلسل؟ بدون شك من يمكن من سنتين بدأت هيك تتسلل الوجوه اللبنانية إلى المسلسلات العربية، كان حضور مميز بالدراما، يمكن كان الحضور السينمائي شوي ببعض الأحيان يكون سياحي إلى حد ما أنا هيك بسميه، إنما بالدراما كان عم بيكون في حضور فاعل، وإن كان يمكن صحيح يعني ممكن فينا نقول أحيانا لأنه عم نشوف وجوه عم تتكرر بعدد كبير من المسلسلات وخاصة في مكنة إنتاج كبيرة إن كان بسوريا أو بمصر، فالممثل اللبناني بدأ يشغل بمحل فراغ معين وبدأ يوضح أو يظهر صورة فنية إلى حد ما صورة جيدة بالأثناء العروضات. على كل حال معنا الفنانة دارين حمزة من بيروت اللي راح تجاوب على هذا السؤال بالتحديد إذا هي بتشوفه من وجهة نظر مخالفة أو لا. أهلا وسهلا فيك دارين، مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. يا هلا فيك دارين. يمكن هالسؤال بنحول لك، هو برأيك الفنان اللبناني هو حاجة فنية ليكون شريك في الدراما العربية أم هو فقط لتسكير فراغ معين أو مشان هروب من تكرار الوجوه في المسلسلات؟ هلأ في حالة معينة أنه من هروب، بس أنا برأيي أنه الممثل اللبناني عنده محله بالعالم العربي، ويمكن لأنه كمان لغتنا قوية بالأجنبي إنجليش فرنش كمان، يعني في كتير يعني عوامل بتدخل الممثل اللبناني بالدراما العربية. طب دارين بعض النقاد يعني